مرحبا في فيديو جديد في قناه وصفات رسول. ان شاء الله تكونوا بيان احبابي احباباتي، كاع اللي نعرفهم كاع اللي يعرفوني ما عرفهمش كاع، ان شاء الله تكونوا بيان. و انا غلطت بزاف هذه الفتره بسبب الستريس اللي رانا نعيشو فيه، هذا الكورونا ربي يشافي كامل المرضى وربي يرحم اللي ماتوا. اليوم اختاريت لكم فيديو شباب، حاجه خفيفه تقليديه تاع ناس زمان، اللي هي غريبيه على طريقه تاع بكري. هذه هي الوصفه اللي حنعطيها لكم، هي الاصليه، ما فيها مارغرين، ما فيها سمن، ما فيها حتى شوفي بلاص خماره والو. فيها ثلاثه انغريديون، نبداو على بركه الله. بسم الله، هنا عندي 100 غرام فرينه، هنا عندي كاس ونص تاع الزيت، 150 غرام سكر. هنا تحبوا تنقصوا نقصوا غير شويه، غير قسموا. انا عبرتها بالكاس هذه وعطيتها جبني 150. ليسونسيال 150 مع كاس ونص تاع الزيت مع 600 غرام فرينه قرصه تاع الملح، ماشي حاجه كبيره. راكم تشوفوا مقادير خفاف ونتيجه، راح تعطيكم نتيجه كيما تاع هذوك كي اللي يحبوها مشقه وكامل. نبداو بروميامون ندير الفرينه. بسم الله، انا بعد ما درت الفرينه القرصه تاع الملح نزيد عليها السكر، فرينا مع السكر، دوكا نبدا ندير في الزيت غير بشوية. تمو هي المقادير فيها كاس ونص، مي حنا نديرو غير بشوية باش تجينا النتيجة مليحة. نبقى نخلط بيان، من بعدها ندخل يدي. ودوكا بعد ما درت السكر نبقاو نديرو في الزيت. الزيت ما نديروش على مره، نديرو على مره على زوج ولا على ثلاثه، ترجع لكم هكا. نبقاو ندخلو في الزيت بيان مع الفرينه والسكر حتى نتحصلوا على عجينه. شفتوا كيفاش لميت العجينه وخليتها ريحت لي 15 مينوت هكا ولا ابوخي. لهنا نبدا نشكل فيها. هنا بزاف ناس يشكلوها من بعد يلقاوها كي يدخلوها لافور تهبط. نعطيكم واحد الفايس ديروهم، الغريبيه تاعكم تجيكم شابه مشقه او ميم طون وما تهبطش لكم في لافور. الحاجه الاولى اللي هي لازم تيو ماكسيموم تخدموها بيان في يديكم. هنايا نبداو ندوروها، كاين واحد ديروها مثل الفايس كيما هكا وترجعوا. شوفوا هنا البروميير مون خدموها كيما هكا، شوفي بزاف الناس تهبط لهم في لافور وما تجيهمش الشابه كرهوا منها. شديروا تخدموها بيان في يديكم، بعد ترجعوا تدوروها تمام. وهنايا تحكموا هاد البلايص، كاين الناس تروح تحكم بالراس تاعها ايا من بعدها هي تهبط. نو تسيو هنا طلعوها هكا، تبقوا معايا بيان نزيد نحب واحد اخرى معكم. ركزوا بيان، قلتلكم الاولى لازم نخدموها بيان في يدينا هكا. والله تبعوني هاد المراحل ديروهم كيما راني ندير انا، ما تهبط لكمش كيما في لافور. عن تجربه الحاجه الزوجه اللي هي تكونوا نتوما تخدموا تسخنوا لافور تاعكم من قبل، من بعدها كي تجوا رايحين دخلوها لافور الطيب تفتحوا لافور تاعكم 10 دقائق. 10 دقائق يخرج منها هذاك الهواء هذاك السخان اللي كانت فيها من داخل تبرد. دخلوا الاخرى تاعكم المغربيه تاعكم ما طيب، صدقوني بالله والله ما تهبط لكم. تبعوا تشوفوا هذه المراحل اللي قلت لكم عليها، توجور نبغي نعطيكم كل حاجه اللي تساعدكم، ما نخبي عليكم والو. كيما هكا سيو كيما طلعوا هذا، ما تخدموش على الفوق، هذه ما يشقاش تخدموا عليها باسكو هي تاع يطلع. تسيو تخدموا هنا كيما هكا.
هنا يعني بالنسبه لها هذوما بعدين نكملهم. نجيب لها القرفه ديروا اي شويه هكا من فوق. كيما قلت لكم سخنوا لافو تاعكم من قبل، كي تجوا رايحين طيبوها تحلوا لافو تخلوا تضربها الهواء البارد دخلوها طيب. كي تشوفوها هي الغربيه ما تحمرش، كي تشوفوها طابت من تحت حمرت اللي بيان دورين من تحت، هنا الاخا تاعكم طابت تلقاوها تشقت تشقت هنايا تعرفوا بلي طابت جاتكم بيان. الا شفتوها شويه معجنه من الفوق مش قاش تبقاو تهبطوا عليها من الفوق، باسكو كاين اللي عبز عليها من الفوق بعدين يقول لك علاه هبط لي وعلى ما جاتنيش هبا. تبعوا المراحل اللي عطيتهم لكم بيان كامل اللي قلتهم لكم، الغربية تاعكم تجيكم كاع شكاين وشابة ولطي. انا نكمل العجينة اللي بقات لي لهنايا، ندخل الحبة تاعي يطيبو نرجع نوريهاكم بعد ما يطيبو. وفي الاخر هذا هو الشكل النهائي نتاع الغربيه اللي درتها معاكم. شوفوا كيف خرجت مشوقه، ان شاء الله ديتو كامل الاسرار تاع حطيتها لكم، ما بخلت عليكم حتى حاجه حبيباتي حبابي كامل، ما بخلت عليكم بوالو، عطيتكم كامل باش تجيكم شابه. اللي عنده شيء انتقاد شي حاجه معليش يكتبها لي في لي كومونتير، راح نخلي لكم رابط الانستغرام باش باج فيسبوك نتاعي اللي بغيت يتواصلوا معايا. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، ما تنسونيش بجيم اشتراك في القناه وتبارطاجيو هذا الفيديو. الى الملتقى ان شاء الله، باي.